السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا بيكم مرة تانية. معاكم مستر محمد طلحة، ودي قناة Learn English with مستر طلحة. النهاردة إن شاء الله حبايبي هنتكلم إزاي نكتب الحروف الكابيتال على السطور. طبعا حبايبي من المهارات المهمة جدا اللي احنا لازم نعرفها هي مهارة الخط. إزاي أكتب بخط جيد على السطور، أو إزاي أتعلم إن أنا أكتب بخط جيد ومتوازن على السطور. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي اكتب الحروف الكابيتال كلها على السطور، وده لان الحروف الكابيتال كلها بتشترك في حاجة واحدة. اول حاجة ان الحروف الكابيتال كلها بتطلع فوق السطرين، تاني الحروف الكابيتال كلها بتطلع فوق السطرين وعمرها ما بتنزل ابدا تحت السطرين. عمر الحروف الكابيتال ما بتنزل تحت السطرين، وكمان ما بنكتبهاش ما بين السطرين. تعالوا نشوف يلا ازاي نكتب الحروف الكابيتال على السطرين بخط جميل وواضح. تعالوا يلا نبتدي باول حرف معانا حبايبي، هو حرف الاي. شكل ما قلنا ان الحروف اللي هنكتبها النهارده هي كلها كابيتال ليترز، يعني حروف كبيره كابيتال. اول حرف معانا هو حرف الاي. لما اجي اكتب حرف الاي حبايبي ببدا من السطر التحتاني وبعدين اطلع فوق السطرين وانزل تاني، وادي الشرطة بتاعتي برضو من الشمال لليمين، يعني حبايبي ما عملهاش من اليمين للشمال، لا من الشمال لليمين. ادي الاي كابيتال بكل بساطة. تعالوا نشوف يلا الحرف التاني، هو حرف البي. حرف البي حبايبي باجي من فوق خالص، من فوق السطرين وانزل على السطر التحتاني، ما تنزلش تحت السطرين، وبعدين ادي الكيرفد لاين بتاعي لغاية السطر الاولاني وكمان واحد لغاية السطر التاني. يبقى انا كده كتبت البي كابيتال بشكل جميل. تعالوا يلا حبايبي نشوف حرف السي. طبعا برضو من فوق السطرين وهنزل يلا بالنص دايره بتاعتي لغايه السطر التاني، تاني هنزل بالنص دايره بتاعتي لغايه السطر التاني، يعني يا مستر ما نزلش تحت السطرين، لا مش هنزل تحت السطرين. تعالوا حبايبي يلا نشوف حرف الدي. حرف الدي حبايبي باجي من فوق انزل لغايه السطر التحتاني، ما نزلش تحت السطرين، واعمل الكيرفد لاين الكبير بتاعي لغايه السطر التحتاني. ادي حرف الدي. تعالوا نشوف حبايبي حرف الاي. حرف الاي كلنا عارفين رقم 2 اهون، بنزل بيه لغايه السطر التحتاني وامشي عليه، وبعدين اعمل الشرطه بتاعتي اللي في النص. ادي حرف الاي كابيتال. تعالوا نشوف يلا حرف الاف. الاف حبايبي نفس الكلام، ادي رقم 2 بتاعي وانزل حبايبي، وبعدين ادي شرطة واحدة بس في النص، يعني ما اعملش الشرطة الثالثة، لا ده حرف الـ. يبقى دي A B C D E F. بعد الاف حبايبي حرف الجي. تعال نشوف حرف الجي. شكل السي كده حبايبي شكل ما عملت حرف السي بالظبط اهو، بس هطلع فوق تاني على السطر الاولاني وبعدين ادخل بيه بالشرطة بتاعتي. ادي حرف الجي. يبقى دي جي كابيتال. طب شكل ما قلنا ان كل الحروف دي بتشترك في انها فوق السطرين، وكمان عمرها ما تنزل ابدا حبايبي تحت السطرين. طب بعد الجي هنلاقي حرف الاتش. سهل جدا حرف الاتش، وادي كمان واحد قدامه، وبعدين الشرطة بتاعتي برضو حبايبي من الشمال لليمين اهو، من الشمال لليمين، ما امشيش من اليمين للشمال، اعود نفسي دايما ان ايدي تمشي من الشمال لليمين. طيب بعد الاتش حرف الاي. سهل جدا حرف الاي، برضو من فوق وانزل لغايه السطر التحتاني، لاحظ ان انا بنزل من فوق لتحت، وادي الشرطه بتاعتي البسيطه اللي فوق واللي تحت. ادي حرف الاي. حرف الجاي اهو حبايبي شكله بالظبط، وانزل على السطر التاني شكل اللام بتاعتي بتاعت العربي، وبعدين ادي الشرطه بتاعتي. ادي حرف الجاي. بعد الجاي بيجي حرف الكي. الكي حبايبي برضو واحد من فوق وانزل لغايه السطر التحتاني، هاجي من السطر الاولاني ده واطلع فوق، وبرضو من نفس السطر بنزل تحت. ادي حرف الكي. يبقى ادي الكي كابيتال. لاحظ برضو انه كلها فوق السطرين وعمرها ما تنزل تحت السطرين. طب بعد الكي ال. طبعا ال حبايبي باجي من فوق وانزل على السطر التحتاني وبعدين امشي على السطر التحتاني او حبايبي تاني، من فوق انزل على السطر التحتاني وبعدين ادي اللاين بتاعي النايم شكل ما هو كده على السطر التحتاني. بعد ال ان. الام حبايبي
up down up down، شكل ما بنقول طالع نازل طالع نازل. وهنا ببدأ من السطر التحتاني اهو، بطلع فوق السطرين وانزل تاني على الفيرست لاين على السطر الاولاني، واطلع تاني وانزل على السطر التحتاني، شكل ما بنقول حبايبي up down up down. يبقى السهم طالع كده وبعدين نازل كده وبعدين طالع وبعدين نازل، ادي الام. بعد الام ان، برضو الان حبايبي up down up، تاني حبايبي up down up again up down up. يبقى انا طالع اهو، طالع نازل وبعدين طالع تاني. طب بعد الان او، كلنا عارفين ان الاو شكل السيركل الدايره، هكتبها ازاي؟ ادي الاو بتاعتي سهله جدا من فوق، برضو لازم حبايبي تنزل على السطر التحتاني بالمنظر ده اهو، ادي الاو تاني او، لازم تنزل على السطر التحتاني. طيب بعد الاو بي، طب حرف البي هكتبه ازاي؟ قال لي حاجي من فوق السطرين، انزل حبايبي لغاية السطر التحتاني، وبعدين الكيرفد لاين بتاعي لغاية السطر الاولاني بس، ما تكملش تاني والا هتبقى بي فور بوك، لا دي بي فور بن، بي بي. يبقى ده حرف البي. تعال نشوف حرف الكيو. حرف الكيو طبعا حبايبي شكل حرف الاو بالظبط، ادي السيركل بتاعتي الدايرة اللي من فوق السطرين ولازم تنزل لغاية السطر التحتاني، وبعدين حبايبي ادي الشرطة بتاعت الميلة سلاش دي ميلة اهي، خلاص ده اسمه كيو، برضو فوق السطرين واوعى تنزل تحت السطرين. بعد الكيو ار، طب الار يا مصر هكتبه ازاي؟ حاجي من فوق انزل على السطر التحتاني، اوعى تنزل تحت السطرين، وبعدين ادي الكيرفد لاين بتاعي الكبير، وبعدين شكل ما عملت الكي كده هنزل، ادي الار. بعد الار اس، طيب تعال نشوف الاس حبايبي. اس كده شكل ليه بطه كده ولكن مش كامله حبايبي، باجي من فوق يلا نلف نلف نلف، وبعدين انزل الف تاني العكس على السطر التحتاني، ادي الاس كابيتال بتاعتي تاني حبايبي اهو، شكل اكن بعمل ايه بطه بالظبط حبايبي اهو. طيب بعد الاس تي، تاني بعد الاس تي، التي طبعا باجي من فوق انزل على السطر التحتاني، وبعدين اهو الشرطة بتاعتي سليبينج لاين هنا فوق تي. طب بعد التي يو، طب اليو هكتبه ازاي حبايبي؟ قلنا اليو شكل الكوباية كده حبايبي اهو، باجي من فوق بس راعي برضو ان انا بمشي من الشمال لليمين، وانزل امشي حبايبي على السطر التحتاني واطلع تاني، ادي حرف اليو. يبقى تاني باجي من الشمال امشي انزل على السطر التحتاني وبعدين اطلع تاني، لاحظ لازم اطلع فوق السطرين. بعد اليو في، طب تعالوا نشوف الفي، قلنا شكل رقم 7 كده، باجي من تحت من فوق سوري انزل على السطر التحتاني وبعدين اطلع تاني، ادي الفي تاني نازل طالع. ادي السهم بتاعه هنا ماشي كده وبعدين طلعت كده، تاني نزلت وبعدين طلعت، لاحظ اوعى تنزل تحت السطرين واوعى تكتبها ما بين السطرين. بعد الفي دبليو، الدبليو عبارة عن اتنين في لازقين في بعض، تاني اتنين في لازقين في بعض ازاي؟ ادي في وادي كمان في حبيبي، يبقى كني بكتب بالظبط اتنين في لازقين في بعض. طيب بعد الدبليو حبايبي، بعد الدبليو بيجي حرف الاكس، طيب الاكس بكتبه ازاي مستر؟ سهل جدا جدا حبايبي، شكل على مثل غلط اهو، بس بيتقابلوا حبايبي فين؟ بيتقابلوا على السطر الاولاني، تاني بيتقابلوا على السطر الاولاني، لاحظ ادي نقطة الالتقاء بتاعتهم اكس. بعد الاكس حبايبي واي، تعالوا نشوف الواي بكتبها ازاي، سهلة جدا حبايبي. طيب بكتب 7 كده، رقم 7 اهو على السطرين فوق السطر الاولاني، يبقى كني بعمل 7 كده حبايبي فوق السطر الاولاني، وبعدين انزل بيها كده
لغايه السطر التحتاني ولازم يبقى واقف مظبوط. تاني اكني بكتب 7 بالظبط حبايبي كده، وبعدين انزل بشكل مستقيم على السطر التحتاني. طب تعال نشوف، يلا اخر حرف معانا وهو حرف الزد. تعال نشوف هنكتب الزد ازاي. اهو هبدا من فوق اهو، يلا روح فين؟ هروح يمين لليمين، يبقى انا كده من الشمال لليمين خط مستقيم كده، وبعدين انزل مايل 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 لغايه السطر ايه حبايبي؟ لغايه السطر التحتاني، وبعدين امشي عليه تاني تاني. يبقى انا ببدا من فوق السطرين اروح يمه اليمين، وبعدين انزل بشكل مايل لغايه السطر ايه؟ التحتاني، وبعدين اروح حبايبي يمه اليمين تاني. يبقى انا كده كتبت حرف الزد اور الزي. يبقى كده دي الحروف بتاعتي كلها كابيتال. قلنا تاني حروف الكابيتال كلها بتشترك في ان كلها فوق السطرين، ثانيا ان كلها عمرها ما بتنزل تحت السطرين، ثالثا ما ينفعش ابدا اكتبها حبايبي بين السطرين. وبكده يبقى انا كتبت الكابيتال ليترز كلها بخط جميل وبشكل منظم يخلي كل الناس تعجب بيه. استنونا في الحلقة الجاية ان شاء الله، واللي هنتكلم فيها ازاي نكتب small letters الحروف الصغيرة، ويا ترى هنقسمها ازاي، وايه الحروف اللي هتبقى ما بين السطرين، وايه الحروف اللي هتطلع فوق السطرين، وايه الحروف اللي هتنزل تحت السطرين. يبقى لاحظ الكابيتال letters كلها اشتركت في ان كلها طلعت فوق السطرين وكلها ما نزلتش تحت السطرين، وما ينفعش اكتبها بين السطرين. حروف السمول سمول ليترز حبايبي دي بقى هلاقيها فيها كل الاشكال دي، هلاقي فيها ما بين السطرين، وهلاقي فيها تحت السطرين، وهلاقي فيها فوق السطرين. تابعونا في الحلقه الجايه ان شاء الله، وما تنساش لايك شير سبسكرايب اند دونت فورجيت ذا بيل، اوعى تنسى الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.